أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا مع تسجيل آخر في قناتكم، قناة الأستاذ عبد الحميد برابطة، قناة تعليمية هادفة تنشر المعرفة وتدعم المتعلمين. اليوم إن شاء الله سيكون هذا التسجيل مخالفا لما اعتدنا عليه من تسجيلات اللغة العربية الداعمة للمتمدرسين على مختلف الأطوار أو بالنسبة لمختلف الأطوار. اليوم إن شاء الله سوف يكون موضوعنا حول الأخطاء الشائعة في اللغة العربية. هذه الأخطاء تجعل من اللغة العربية لغة ضعيفة ركيكة. هذا التسجيل مهدى مني إلى جميع الإخوة المتابعين والمتابعات من أساتذة أو متعلمين أو غير ذلك من المهتمين باللغة العربية. هذا التسجيل هو خلاصة أو نبذة صغيرة من كتاب معجم الأخطاء الشائعة الدكتور الأستاذ محمد العداني، عضو شرفي في مجمع اللغة العربية الأردني. سوف أضع لكم رابط تحميل هذا الكتاب أو هذا المعجم في وصف الفيديو. إذن من الأخطاء الشائعة في اللغة العربية والتي نستعملها جميعا هذه الأخطاء، قولنا لا ينبغي لفلان أن يفعل كذا، لا ينبغي له أن يفعل كذا. إذن وهذا خطأ. ما هو الصواب؟ الصواب لا ينبغي له أن يفعل كذا، هذا هو الصواب. ونحن نقول لا ينبغي عليه أن يفعل كذا. جموع المتكلمين المستعملين للغة العربية، وأنا معكم طبعا، نقول لا ينبغي عليه أن يفعل كذا، لا ينبغي على فلان أن يفعل كذا، لا ينبغي على الأب أن يترك أولاده دون تعليم مثلا، أو لا ينبغي على التلميذ ألا يراجع دروسه، أو ينبغي عليه أن يراجع دروسه، هكذا. وعموما ما تأتي مسبوقة بلا، لكن الصواب أن تقول لا ينبغي له وليس لا ينبغي عليه. ما هو الدليل؟ دليل قوله تعالى في سورة ياسين: لا الشمس ينبغي لها. إذا انظر، ليس عليها وإنما لها. إذا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. إذن عذرا عن الكتابة، يعني أخطأت في الكتابة. إذن قوله تعالى: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. أيضا جاء الفعل ينبغي في القرآن الكريم 6 مرات تتلو الواحدة الأخرى، وجميع هذه الأفعال سبقت بأدوات النفي، جميعها سبقت بأدوات النفي، وجميع جاءت مثل هذه الآية: ينبغي لها وليس ينبغي عليه. إذن هذا هو الخطأ الشائع الأول وصوابه. الخطأ الثاني يقولون: لا تبدل العلم بالجهل، وهذا منتشر كثيرا. يقولون لا تبدل العلم بالجهل، يعني لا تستبدل الذهب بالفضة. يعني أنت عندك ذهب وشيء غالي، فكيف تستبدله بهذه الفضة؟ أو عندك علم فكيف تستبدله بالجهل؟ أو عندك حلم فكيف تستبدله بالجهل؟ وهذا خطأ. والصواب من القرآن الكريم دائما قوله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، في حكاية عن بني إسرائيل لما أنزل الله تعالى لهم طعاما من الجنة المن والسلوى، فرفضوا وقالوا نريد البقل وفومها وعدسها وبصلها. إذن ما هو الضابط هنا؟ هو أن تبدأ بالشيء الأدنى، بالشيء الذي لا تريده أو الأقل. مثل هنا فتقول: أتستبدل القلة وهي الفضة بالذهب، أتستبدلون الفضة بالذهب، ولا تقول العكس: أستبدلون الذهب بالفضة. إذن هذا هو الخطأ الشائع الثاني، وهو يعني للأسف خطأ شائع جدا. الخطأ الثالث وهو يقولون: بت فلان في الأمر،
بت فلان في الأمر، والصحيح أن تقول بت فلان الأمر أي جزم فيه، اتخذ حكمه فيه، كأن تقول مثلا بت طلاق امرأته، طلاق مفعول به، أي جعله باتا وجازما لا رجعة فيه، أو تقول بت الحكم أي أصدره بلا تردد، قطع الحكم وجزم هذا الحكم، بت الحكم، ولا تقول بت في الحكم. أيضا من الأخطاء الشائعة قولهم أصيب فلان بدوخة، أصيب فلان بدوخة، وكلمة دوخة كلمة عامية في كثير من اللهجات العربية. أما الفعل داخ فمعناه داخ الرجل أو البعير أي خضع، أصبح خاضعا، وداخ الناس أي أخضعهم، داخ الناس أي أخضعهم، أصبح خاضعا لهم، وداخ البلاد أي قهرها واستولى على أهلها. والصواب بدل أن تقول دوخة قل دوار، أصيب بدوار أي دار رأسه، أصيب بدوار. من الأخطاء الشائعة أيضا، وهذه بدأ الناس يعالجونها، يقولون القلب والدماغ والكبد من الأعضاء الرئيسية في الإنسان. كلمة الرئيسية خطأ، والصواب أن تقول من الأعضاء الرئيسة، هكذا من الأعضاء الرئيسة، كما جاء في كثير من المصنفات والمراجع تجدونها في أصل الكتاب الذي أذكر أنني وضعت عنوانه ورابط تحميله في الوصف تحت الفيديو. إذن أيضا من الأخطاء يقولون تردد على المكتبة، بمعنى ذهب إليها مرات كثيرة، يقولون تردد على المكتبة أو تردد على البيت أو تردد على المدرسة، والصواب تردد إليها، تردد إليها لا تردد عليها، أي جاءها المرة بعد الأخرى. يقولون ترددت إلى فلان أي رجعت إليه مرة بعد، ترددت إلى وليس ترددت على. يقولون رده إلى منزله، وهذا هو الصواب، ويقولون رده لمنزله، إذا لمنزله خطأ، رده لمنزله خطأ، والصواب رده إلى، إذا بدل لام تستعمل إلى. جاء في القرآن الكريم في سورة النساء أو من سورة النساء فردوه إلى الله والرسول، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وليس لله، فردوه إلى الله والرسول. وأيضا في سورة النحل ومنكم من يرد إلى أرض للعمر، ومنكم من يرد إلى، إذن استعمل القرآن الكريم إلى وليس لي، ليس لأرض لي، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. إذن من الأخطاء الشائعة جلس على حجر ليرتاح، ويقولون مشى زيد ساعتين ثم جلس على حجر ليرتاح، والصواب جلس ليستريح، إذن جلس يستريح وليس يرتاح، إذن يرتاح ليس معناها يستريح الذي نعرفه. يقولون في الأمثال ارتاح الغيم، ارتاح الغيم، الغيم هو الشخص الفقير، ارتاح الغيم أي سمحت نفسه وهان عليه البذل والعطاء والجود، أي مع أنه فقير لا يملك شيئا لكن نفسه جواد ونفسه كريمة، فهو يبذل ما لديه رغم فقره، رغم فقره يعني. إذن ارتاح ليست هي معنى من الراحة، وإنما استراحة هي من الراحة. أيضا يقولون ما زال أخي مريضا، وهذه كلمة في الدارجة أو في العامية التي نتكلم بها، فيقولون لا زال أخي مريضا، والصواب ما زال أخي مريضا، وقلت أن هذه الكلمة نستعملها نحن معاشر الجزائريين في كلامنا العادي، فنقول ما زال بمعنى، وهو الصواب ما زال أخي مريضا، لأن ما زال، لماذا؟ لأن من الأفعال، من أفعال الاستمرار الديمومة والاستمرار التي تنفى بما وليس بلا، فنحن ننفيها، يجب أن ننفيها بما وليس بلا، فنقول ما زال أخي مريضا، ولا تقول أبدا لا زال أخي مريضا. من الأخطاء الشائعة طبعا وهي قليلة الاستعمال على كل حال، يقولون أسقط في يده أي أخطأ وندم وتحير، أسقط في يده، وهذا خطأ، صواب سقط في يده، اعتمادا على قوله تعالى في سورة الأعراف ولما سقط في أيديه، إذن
القرآن يقول سقط، القرآن الكريم ولا يقول أسقط بدون ألف. إذن ولما سقط في أيديهم وروا أنهم قد ضلوا قالوا لأن من رحمنا ربنا واغفر لنا لنكونن من الخاسرين، صدق الله العظيم. إذن الصواب وهو سقط وليس أسقط. أيضا من الأخطاء الشائعة وهي قولهم سلب منه ثوبه أو شيء آخر يعني ماله أو غير ذلك. والصواب سلب ثوبه بدون استعمال بدون الحاجة إلى التوسيط منه. يقولون سلبه، الصواب سلبه ثوبه، هكذا تقول العرب، سلبه ثوبه، ثوبه يسلبه سلبا. جاء في القرآن الكريم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يسلب منهم الذباب بل يسلبهم مباشرة، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ويجوز أن تقول استلبه ثوبه، إذا فتقول استلبه ثوبه أو سلبه ثوبه، لكن لا تستعمل حرف الجر منه. أيضا يجمعون كلمة بائس على بؤساء، وهذا مشهورة جدا جدا جدا. والصواب بؤس، وبعضهم حذف الهمزة في الواو فيقول بؤس بدون همزة، ومنهم من يقول بؤس. وقد أخطأ حافظ إبراهيم رحمه الله تعالى عندما، طبعا لست أنا من أقول أخطأ وإنما صاحب الكتاب يقول أخطأ حافظ إبراهيم رحمه الله عندما ترجم كتاب الشاعر فيكتور هوغو ووضع عنوانه البؤساء، فهذا خطأ شائع، لأن فيكتور هوغو ترجم كتاب حافظ إبراهيم ترجم الكتاب وسماه البؤساء وانتشرت كلمة البؤساء. والصواب أن تجمع على بؤس وليس بؤساء. أيضا يقولون تسلل اللص إلى المنزل، وهذا خطأ، لأن كلمة تسلل لا تكون في الدخول وإنما تكون في الخروج. والصواب دخل اللص إلى المنزل خفية ثم تسلل منه، أي خرج منه أو انسل منه، لأن نحن أيضا نقول انسل بمعنى خرج، انسل منها انسل كما شعرة من العجين، أي خرج منها دون مخاطر، لأن الفعل تسلل يدل على الخروج خفية وليس على الدخول. إذا لا تقول تسلل اللص إلى المنزل أو تسلل الابن إلى المنزل خفية من أبيه، ولكن لأن قل دخل لأن تسلل تفيد الخروج وليس الدخول. إذا كانت هذه بعض الأخطاء الشائعة، وقد جئت بهذه الأخطاء القليلة الشائعة قليلة لأجل التعريف بهذا الكتاب الذي ينفع كل متعلم وينفع خاصة الإخوة الأساتذة والأستاذات والمعلمين والمعلمات الكرام والكريمات. كان معكم أخوكم عبد الحميد أمرابقة، أرجو أن ينال هذا التسجيل إعجابكم ورضاكم، ولا تنسوا الاشتراك ودعم هذه القناة الفتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.